النهارده ما فيش حاجه في الكون اسمها حوده ابو قلب. نعم في ايه؟ عايزه ايه؟ قصدك ان انت تنزل شغل معايا؟ جعفر اخوك يعلم بالموضوع ده؟ امال يعني اطلب علاج على نفقه الدوله ولا اعمل ايه؟ مدقوق على ظهرك. يا ريت لما يجي دوري تدخل معايا. انت هتحصل معايا على طول؟ انا لما بنحتاج لك ونخبط على بابك تعرف اني خبطت على كل بيبان قبل ما اجي. يوسف يوسف تعرف يعني يوسف؟ اللي انا اعرفه يا صاحبي ان اللي راكب ما بينزلش. انا ما قلتش كده. انسانيه كفاره يا يوسف. احنا عايزين الورق انت هتخرج النهارده بس قدامك 10 ايام مفيش غيره. انا كان ممكن اعمل من الورق ده براز الصح بس الحوار ده ما جاش معايا سكه من اوله. يوسف اللي طلع من المعفاه زلك الورشه خدك وطلعت الصبح قلع هدومه وولع فيها. عرفت انا يوسف؟